أساسي في هذه المباراة، لنأمل ونتوقع أن تكون حافلة بالكثير من التشويق والإثارة. وأمامنا طبعا قائمة الفريقين بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة الليلة. إدوارد ميندي في حراسة المرمى، بجرشي إيبانيز، عبد الباسط هندي، عبد الله العمار، كيسيل، مدحت، جابري فيجا، ماكسيم. عودة للسير على سكة الانتصارات، لكن الخصم لن يكون سهلا في هذه المباراة. التعاون يلعب مباراة الليلة بما فريق شاموسكا في هذه المباراة. أجواء كبيرة قبل انطلاق، جماهيري كبير من جانب أنصار النادي الأهلي، والعديد من الأسبية ممتعة هذا المساء. روبرتو يفتك كرة، تمريرة أمامية لكن التغطية دفاع. الليلة مباراة مفتوحة، الليلة ليلة أهداف، كرة عرضية خطيرة لكن بيدرو، لكن أمام تغطية وتدخل من رياض محرز بالمهار كبير على المجموعة، على الفريق وقدرة الجماهير. دائما تريمين، محاولة من جانب بدرشي، تغطية، تدخل فقيه، خلص روبرتو، لكن الحكم يشير إلى وجود خطأ لمصعة النادي الأهلي في هذه المباراة. محرز على تنفيذ كرة أهلاوية طويلة بالرأس، خطير يا ولد، جول للأهلي. بدري بدري، عبد الباسط هندي، ارتقاء جميل يا سحرك يا محرز، عرضية ولا أروع، نموذجية بالمقاس، حطها الراس وهندي عبد الباسط يضع الأهلي في المقدمة في توقيت مبكر. يا أهلي شوفها شوفها، يا لروعتها، بالكورة من اليسارية، محرز بالراس يا ولد، 1-0 للأهلي في توقيت مبكر للغاية. الهدف الأهلاوي يشعل فتيل القمة ويجعلنا نستمتع بدقائق قادمة. ضربة راسية رائعة، 1-0 للأهلاوية، وأجواء غير عادية، يجعلنا نتوقع مباراة كبيرة الغاية. طبعا الهمية هذه المباراة بركب المقدمة اللي يبتعد عن القمة، كرة، محاولة، تغطية دفاعية يجبرك على الصمت في بعض الأوقات. كرة طويلة خطيرة، كرة لكن عدت، يا إلهي، فرصة في منتهى الروعة لمصعة الولفز. الفارو حط كورة بروعة، بروعة وبجمال، بذكاء من جانب ميدران للتعاون، مرور داخل منطقة الجزاء أو على حدود منطقة الجزاء، تغطية، تدخل، وبعد شاموسكا ولمصعة التعاون. الكرة العرضية، تغطية دفحة في هذا الموسم بفضل تشجيع مؤازرة طير جدا، تدخل من جانب العمار، وبعد ذلك تشتيت بعد فقيه على جهة اليسار. الكرة لبيدرو، حطها حلو على جهة اليسار، خطيرة لكن فيها الراية والتسلل على المهاجم جواو بيدرو، بعد تحرك أيضا من جانب أحمد بحسين في اللقطة الماضية. كعب عالي وكعب جميل من جانبي صلاح، محرز على اليمين، رياض يحاول بتمريرة، رياض عدى، رياض برلك مع ليستر، وأيضا ثاني أكثر لأفارقة صناعة الأهداف في تسلل يا محرز. لسه أتكلم، يمكن أن يلمع أكثر، أن يبدع أكثر، أن يقدم أداء أكبر، أن يكون النجم الأول في قائمة النادي الأهلي. فيجا حطها لمصعة رياض، أو في التعاون، تعود الكرة لمصعة كيسيب، فرانك يلعب كرة طويلة لكن التغطية، المدافع الأيمن بكرة أمامية داخل منطقة إيبانيز، تغطية أولى كبير جدا لفريقها في هذا الموسم. كرة طويلة، محاولة فيها تغطية مدى إلى رياض، حولها على اليسار، كيسي، عرضية خطيرة وفرح، والانطلاقة والهجمة التعاونية والكرة العرضية والرأسية الأول، تبوي مرور، مهارة حلوة 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 حلوة، وكرة يا إلهي، مش ممكن يا رياض، شوفها ولا أروع. في اللعب مع هذه الكرة لمصعة النجم الدول الجزائري رياض محرز بكرة عرضية خاطئة. كرات رياض محرز مثل السم القاتل لأي خط دفاع. انطلاقة لكيسيب، يصل كرة كيسيب، تمرير البومي والثاني يا أهلي، الله الله، هدف أهلاوي ثاني، نيران صديقة، خطأ دفاعي، ارتباك دفاعي، انهيار دفاعي، سمه ما شئت، لكن الأهلي كان في منتهى الروعة يا ولد. فرانك كيسيب بعد كورة من إيبانيز في ظهر المدافعين، شوف الهفوات والشوارع والأخطاء، بوم النابولي. الكرة الثابتة لمصعة التعاون، عرضية داخل منطقة بالرأس، خطيرة ومرت إلى ركلة مرمى، يا إلهي،
لقطة في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة. بيدرو كان قريب من المرمى لكن كورته كانت عالية طبعا بدون وساطي. ماكسيمان طويلة بعيدة عنه، ثم من النجوم واللاعبين الجماهيريين محاولة فيها تغطية، ولا عندهم جماهيرية كبيرة. في اليسار تحرك من جانب ماتيوس، الكرة والونتو جميلة. عبد الباسط يتدخل بالخطأ من جانب الدفاع الأهلاوي، تسديدة لكنها بعد مندي، كرة طويلة أمامية، رياض راسية لكنها بعيدة على روب سيمان. لكن اللي برز بشكل مذهل بصراحة في هذا الموسم رائعا وأثرا كبيرا وحبا كبيرا في أنصار الجماهير الأهلاوي. لمسة محاولة لكن فيها تغطية، يوم يايسرى أيضا يقيده في بعض الأدوار، كرة لكن فيها إبعاد من جانب عبد الباسط. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيع عندنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.